أنا في الحقيقة مع مغربية الصحراء، أعتبر أن الصحراء الغربية جزء تاريخيا وسكانيا واقتصاديا وكما تريدون من المغرب الأقصى. كما تريدون؟ كيف زعما كما تريدون؟ انت راك تهضر في قناه فرنسيه معاديه للمغرب وكتقول لها كما تريدون، وهذه هي النقطه اللي بغيت نوصل لكم. هذا تونسي، حذاري من الناس اللي كيدخلونا بهذه الطريقه هذه، لان مؤخرا شفت هذه الطريقه كتخدم بزاف د المرات. الشعب المغربي حبيبنا وحنا معاه وكذا وهذه وكذا، وفي الاخر كيبدا يدوز لك مغالطات او لا كيبغي يفصل ما بين الدوله وما بين الشعب. لا احنا عندنا مشكل مع الدوله، الشعب يبقى بعيد حبيبنا كذا. هذه هي الطريقه اللي ولاو كيلعبوها مؤخرا، وحذاري من هاد الناس هادو. اما داك اللي مبين لك العداء ديالو، هذاك راه باين بوجهه معروف خارج الملعب ديالك. اما داك اللي كيدخلوك بخاوه خاوه، لا حبيبنا الشعب على فوق راسنا لا كذا، ويبدا يحشي لك في الهضره، هذاك هو اللي تخاف منه. حيت في هذا الزمان اللي كنعيشوا ما كاينش خاوه خاوه، كاين المصالح. كاين اللي كيدخل بالسياسه رابح رابح، كاين اللي كيدخل بالسياسه ديال يربح هو بوحده. فكل حذر من هاد القوم هادو اللي كيدخلوا بخاوه خاوه، وانتم احبابنا وشعب واحد كذا، هذيك هضره خاويه. وهذا الشيء اللي بغى يلعب هاد التونسي هذا، زرب علينا بهاد اللعيبه ديال نحن مع مغربيه الصحراء والصحراء مغربيه، وشويه قال لك علاش المغربيه تقلق سيدي من جنوب افريقيا، نخليو جنوب افريقيا تدخل في هذا الموضوع. هذا هي اللي تحل لكم المشكل، دولة قوية، دولة فاعلة، دولة كذا كذا. المغرب ما يتقلقش، خليوها تدخل في هذا الملف. وكيف يعقل السي ناصر بوريطة يقول بأن جنوب افريقيا ليس لها أي تأثير؟ هذا هراء، هذا ليس كلام، هذا هراء. ما يقولش هذه الهضرة هذه، لا جنوب افريقيا دولة فاعلة وكذا وهذه، ودخلوها في ملف الصحراء المغربية. يا كان مرضي عاد همشينا بهذيك الصحراء المغربية وبغيتي تصرفق بينا. ما دخل جنوب افريقيا في قضية الصحراء المغربية؟ اعطيني يا خويا شنو الدور ديال، غتقول لي هي كتدعم البيلي زيرو. ايوا سيدي شحال من دوله فاتحه قنصليه في الصحراء المغربيه؟ واحد 30 ولا 33 دوله فاتحه قنصليه في الصحراء المغربيه. ايوا سيدي ميسوره سير تسارع عليهم كاملين. ايوا تا هما راه كيدعموا المغرب كيف ما جنوب افريقيا دعم البيلي زيرو، تا هما كيدعموا المغرب، راه سير تسارع عليهم. حنا ما نساليوش نبقاو غندورو. هضر لي مع الاطراف المباشره، علاش تدخل لي واحد دوله بعيده كل البعد؟ عا باغي تدهنا بديك الهضره وتبدا تدخلنا في مغالطات. وجا موراه الموريتاني قال له لا، من حق المغرب انها تعارض هذا الشيء اللي كيدير دي ميستورا. ما دخل جنوب افريقيا اصلا، دابا راه شمت ريح طوابقه بهالدعوه اللي رفعات وباغا تخلط كل شيء، زائد انها هي اللي طلبت من دي ميستورا يجي عندها باش تدخل في هذا الملف. هذاك يعني انه واحد الطرف ثالث هو اللي داعم جنوب افريقيا باش تدخل في هذا الملف. احنا عارفين شكون هو داك الطرف، واللي زاد حمقني هو مقدمه البرنامج والقناه ككل كتلعب على هذه النقطه هذه. دائما داك التهويل، لماذا غاضب المغرب من هذه التدخل؟ لماذا المغرب يفعل؟ لماذا المغرب غير مرتاح لهذه العمليه؟ هل هو خائف من جنوب افريقيا؟ هل هو لماذا هذا الغضب؟ الله يرضي عليكم اولادي، وريونا هذا الغضب باش نغضبوا حتى احنا راه مغاربه، وريونا هذا الغضب المغربي باش احنا نغضبوا. حنا شفنا السيد ناصر بوريطه مطلع على جنوب افريقيا كيطنز عليها. جنوب افريقيا قال لك بدون اي تاثير، وحنا عارف الهضره ديال السي ناصر بوريطه، جنوب افريقيا بدون اي تاثير. لو كان لها تاثير هذه 20 سنه وهي كتدعم بيلي زيرو، ماذا استفادت البيلي زيرو من جنوب افريقيا؟ جنوب افريقيا مجرد دوله هامشيه، انتهى دورها القديم التي كانت تلعبه. وحتى من الدول المجاوره لجنوب افريقيا فهي سحبت الاعتراف من البيلي زيرو واعترفت بالصحراء المغربيه، وعدد كبير من هذه الدول فتح قنصليات في الصحراء المغربيه. فالدور الذي تريد ان تلعبه جنوب افريقيا تمشي تلعبه في تيندوف، في دوك القياطن والعجاج، يجيبوا الرامي، يجيبوا الكارطا ويلعبوه هما والجزائر والبيليزير. حنا شفنا السيد ناصر بوريطه مطلح على جنوب افريقيا، القناه دايره لنا واحد التهويل، هو غضب كبير من المغرب، هل المغرب خائف من دور جنوب افريقيا؟ تاش من دور، الرد ضروري يكون من المغرب باش نوقفوا كل واحد عند حده، هذه حاجه ضروريه. ولكن الرد راه كان بطريقه مضحكه، طلعناها على جنوب افريقيا وبينا بان التحركات ما عندهم باش يفيدوك، وكانت تفيدهم هذه 20 سنه. اما انت التونسي سير ولدي دير عقلك، سير احشم على داك الموسطاج اللي عندك، رانا ندخل نطرشك. انت توري السيد ناصر بوريطه شنو غادي يقول، شنو ما غاديش يقول، لا هذا هراء ماشي هراء. سير دير عقلك، هاد الدعم اللي دعمنا سير دعم به غير راسك، ودعم به الشعب ديالك اللي وقف في الطوابير، ما دعمنا ما ندعموك، عسير دير عقلك. انا العدو اللدود ديالي هما هذا النوع هذا، اللي يمدحك مره ويحشيك الهضره 20 مره، اما ذاك اللي كيخرج باين بوجهه راه باين موريك العداء ديالو، هذاك راه داخل الملعب ديالك. ما داك اللي كيجي ويعنقك موحى حبيبي احنا خاوه خاوه انتوما خوتنا نحن شعب واحد، لا ودخالي عسير بحالك، عطيني اشبر ديال الاتساع. الصحراء المغربيه شويه قال لا دخلوا جنوب افريقيا، ياك المعلم سير دير عقلك، راه المغرب برجالي عارف شنو كيدير، سير دير عقلك. وانتي يا اختي دنيا ما عندنا ما نقولوا لك، داك الاكتئاب اللي كنتي عايشه فيه وحنا عارفين كنتي غايبه هذه شهور، وانتي غايبه بسبب الاكتئاب وبسبب اودي، حنا ما كنتمناو حتى شي واحد الشر الله يشافيك، كما قال الحال كتبقاي مغربيه، يجي واحد النهار وغادي يهديك الله، وان الوطن غفور رحيم، خليها الحسن الثاني الله يرحمه. راه كما قال الحال كتبقى هذه بلادك ضربي وقيصي، وبركه من داك التهويل الخاوي، ويكفيك هادشي اللي عشتي هاد الاشهر هادي من الاكتئاب ومن الادويه ومن طبيب نفساني ومن زيد ومن زيد، فالله يشافيك والله يكون معك، وان الوطن غفور رحيم. خليكم مع هذا الحوار كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات، الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما.
تونس العاصمة، هل هناك فعلا ربما في العرف الدبلوماسي وإن لم يكن ذلك مكتوبا حبرا على ورق، هل هناك خطوط حمر لا يجب أن يتجاوزها مبعوث أممي للصحراء الغربية؟ سيد رشيد خشانة. بالعكس، أولا لا ننسى أن ديمستورا ذهب إلى جنوب إفريقيا في إطار مهمة، هو مبعوث، إذن لديه مهمة لابد أن يستكملها. من ضمن هذه المهمة أن يتصل بجميع الأطراف التي لها علاقة بالملف، بملف الصحراء الغربية، وهذا ما يفعله منذ فترة وليس ما علاقة جنوب إفريقيا وليس منذ الآن. ما علاقة جنوب إفريقيا؟ من هو جنوب إفريقيا؟ جنوب إفريقيا لها تأثير كبير في ملف الصحراء منذ فترة بعيدة، لأن نعلم أن جنوب إفريقيا تتحمس قضايا الإفريقية وتقوم بما يجب أن تقوم به في هذا المجال، وخاصة صار في الماضي اتصال معها ولا أعتقد أنه كان سلبي، بالعكس. المهم أنه من ضمن مهمة ورسالة المبعوث أن يتصل بجميع الأطراف بدون استثناء التي لها علاقة بالأزمة. لماذا؟ لأنه مطالب بتقديم تقرير لمجلس الأمن في أظن شهر أو شهرين القادمين، وهذه الزيارة تندرج في هذا الإطار. لكن أليس من حق المغرب أن يمتعد أو يغضب أو حتى أن يلتقط رسالة سلبية من قبل الأمم المتحدة، وليس فقط الأمم المتحدة، ربما من قبل المجتمع الدولي وربما حتى واشنطن؟ والله أنا في الحقيقة مع مغربية الصحراء، أعتبر أن الصحراء الغربية جزء تاريخيا وسكانيا واقتصاديا وكما تريدون من المغرب الأقصى، ولكن أعتقد أيضا أن رد الفعل المتشنج على هذه الزيارة وتحويلها إلى أزمة، بينما هي زيارة عادية في إطار لقاءات تمهيدية لكتابة التقرير المذكور الذي تحدثت عنه. طيب ألا تعتقد غاية معينة تدخل في إطار مهام؟ ألا تعتقد بأن هذه الخشونة التي يتعامل بها أو هذا الغضب الذي عبر عنه المغرب سيضره بدل أن يفيده في قضية الصحراء؟ بالتأكيد، عندما يقول وزير الخارجية أن جنوب أفريقيا دولة هامشية كانت وما زالت وستظل دولة هامشية، يعني هذا هراء، سمحني في العبارة، لأنه كل الناس تعلم أنه أهم بلد في القارة الإفريقية هو جنوب أفريقيا على كل الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية وغيرها، ومشاركتها في حل أزمة الصحراء سيكون إضافة نوعية بالنظر إلى مواقفها المؤيدة للشعوب العربية وللعالم الثالث بشكل عام. فلذلك أرى أن رد الفعل لم يكن في المستوى، والأفضل أن يترك للمبعوث أن يتصل بكل الأطراف المعنية لكي يخرج بتقرير موضوعي ومستند على معطيات وعلى لقاءات حية وليس على القراءة من الصحف. طيب أذهب إلى السيد محمد لمين الخطاري في مدريد ليدلي برأيه في الموضوع. سيد محمد لمين الخطاري، أرحب بك معنا في نقاش المغاربي. هناك غضب مغربي، هناك محاولة من الأمم المتحدة لتهدئة الأمور، لكن هل هناك رسائل عامة يجب التقاطها من هذه التحركات؟ تحية طيبة لك ولضيوفك والمشاهدين الكرام. بالفعل يعني خروج ديمستورا عن المعتاد يعني تقليديا في سياق يعني